السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع قناة كوكي كيتشن. يرجى عليكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. اليوم عندنا وصفة تاع الكاوكاو المملح اللي دايما معتدنا أن نشريوها من برا. بربي إن شاء الله اليوم ما بقيناش نشريوها من برا، تعدوا تخدموه كامل في الدار. نبدأ هنا. اول حاجة عملتها هي اني رحت شريت الرطل تاع كاوكاو، هذا الاحمر اللي بلا قشور. جبت رطل حطيته هنا في اناء. اول حاجة راح نديرها له، راح نبلل الكمية تاع الكاوكاو اللي عندي كامل، يعني اللي عنده كمية كبيرة ولا صغيرة راح نحطها في حاجة تكون تستقطر. انا هنا خديت كسكاس حطيته فيه كيما قاعدين تلاحظوا. دركا نروح نبلو كامل، يعني تقدر تحطيه تحت الحنفية وتبليه مباشرة وتخليه يستقطر شوية، ومن بعد تكملي المراحل كيما قاعدين تلاحظوا. هنا انا يا قد نبل فيه بليته كامل، نخليه يعني يقطر هاك شوية، ومن بعد نشوفو واش راح نديرولو. يعني صدقوني هنا هذا الكاوكاو عندي مدة كبيرة وانا قاعدة ندير فيها في الدار، يعني قليل ما نشريوها من برا. يعني من نهار جربت الوصفة هاني ما عادش نقدر نستغنى عليها، ويغنيك يعني من برا تشري كمية قليلة، بصح في الدار تقدري ديري كمية كبيرة للعائلة كامل، خاصة كي تكون عندك سهرة ولا مع الداي ولا مع اي حاجة. هنا كيما قاعدين نلاحظوا، هنا اول حاجه راح نضيفها لهذاك الكاوكاو المبلول هي مغرف كبيره فارينه. فرطلت الكاوكاو نحطوا مغرف كبيره فارينه، وهذا هو السر اللي راح يخلي الكاوكاو تاعنا يجينا كيما تاع البرا. نزيد نضيفوا له نصف مغرف كيما قاعدين تلاحظوا ملح. انا هنا حطيت نصف مغرف، اللي يحبوا ملح يزيد. ونخلطوا مليح، نخلطوا جيدا، نخلطوهم مليح، ومن بعد نحطوا مباشرة نحطوه في صينية للفرن تكون فيها البابي كويسون. هنا ضروري البابي كويسون باه ما يسقناش الكاوكاو، خاطر راح يلصق شوية في بعضه، صح عادي. هنا نفرشوه في الصينية، نبسطوه، نحاولوا ان ما نحطوهمش فوق بعضهم، نبسطوهم على كامل المساحة الصينية كما قاعدين نلاحظوا. ومن بعد ندخلوه للفرن، الفرن يكون مسخن على مسخن من قبل مدة ربع ساعة على درجة حرارة 180. هنا انتبهوا لي مليح، هنا السر الاخر تاني في الطياب تاعو، على خاطر الفرن هنا لازم يكون مسخن من قبل 180 كيما قلت لكم سخون، يعني كي ندخلوه نهبطوه ل 120. نخليو الكاوكاو تاعنا ندخلوه كل ربع ساعة نروح نحركوه. اولا راح نلقاوه يعني يلصق في بعضهم، بعد عادي كل ربع ساعة نروح نحركوه، كل ربع ساعة نحركوه كي نشوفوه يعني بس والقشرة بدات تطير له. هنا واش نديرو؟ نطفيو الفرن ونخليوه لداخل، بصح تخليوهش يحمر. من بعد نجبدوه نحطوه يبرد ونقدموه كما يعني تلاحظوا فيه، يعني بنا ما نقدرش نوصف لكم كاوكاو كيما تاع البرا، يعني خير من تاع البرا وانظف وكمية كبيرة. ان شاء الله تكون الوصفة تاع اليوم